راح على ماكينة آيس كريم ونزل تحتيها كأنه بيشرب مية ونزل كل الآيس كريم في بوق. مشهد هيصدمك لشخص قلب السوشيال ميديا عامل اللي هو 9 مرات. تعالوا نشوف إيه الحكاية. مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الساعات اللي فاتت لشخص قلب السوشيال ميديا بعد اللي عمله قدام ماكينة الآيس كريم. الشخص ده فاجئ الكل وقرر يعمل حاجة غريبة وهو ماشي شاف ماكينة آيس كريم ظاهرة في الفيديو وهنا تعامل معها على إنها كولدير مية. عمل تحدي مع صاحبه ونزل تحتيها وقرر يفتح الماكينة والآيس كريم كله في بوقه. الشخص ده فضل أكتر من ربع ساعة تحت ماكينة الآيس كريم اللي بدأت تنزل الآيس كريم ده في بقه بالطريقة اللي ظهرت في الفيديو، في مشهد صادم للكل وتصرف كان مفاجئ لدرجة إن صاحبه كان خايف عليه من اللي عمله وممكن يسبب له أي ضرر بسبب اللي عمله. كواليس الواقعة كانت مثيرة والشخص اللي عمل التحدي كسب الرهان مع صاحبه، خصوصا إنه قال لصاحبه لو نزلت تحت ماكينة الآيس كريم دي وأكلت كل الآيس كريم من غير ما أمسك حاجة بإيدي أو من غير ما أعطل ولو ثواني تعمل لي كل اللي أقول لك عليه. هنا صاحبه كان فاكر ما يقدرش يعمل كده، واصلا الموقف اللي حصل كان خارق لكل القواعد في الطبيعه، عشان كده وافق على الرهان. لكن المفاجاه كانت في نزول الشخص ده فعلا تحت ماكينه الايس كريم وعمل التحدي وكسب. ربع ساعه متواصله بينزل الايس كريم من الماكينه وكله في بق الشخص ده اللي قاوم ان الايس كريم ساقع اصلا وقاوم انه مش ميه او حاجه تنزل بالطريقه دي في بقه، وفعلا ابهر صاحبه باللي عمله وكسب الرهان وبقى حديث السوشيال ميديا، لدرجه ان الناس لما شافته بيعمل كده استغربت والناس شكت في الواقعه، ازاي قدر يعمل كده ويفضل الوقت ده كله تحت ماكينة الآيس كريم. لكن الواقع فعلا حصلت وما فيهاش أي فبركة أو لعب في الفيديو. مقطع الفيديو حقق انتشار كبير على منصات التواصل الساعات اللي فاتت وتداول المتابعين على نطاق واسع. اتكلموا عن اللي حصل مع الشخص وعلقوا قالوا ايه ده، هو في ايه؟ هو مفكر نفسه بيشرب مية؟ عامل اللوز 9 مرات شكله، وهو بيفضي الصرف، شايل المعدة وحاطط مكانها كيس، عرفتني في الآيس كريم اللي في الدنيا كله، أكيد في حاجة غلط، ده شخص خارق للطبيعة، إزاي يستحمل الآيس كريم ده كله في بقه؟ ياريت محدش يفكر يجرب اللي شافه لأنه ممكن يروح فيها، الموضوع مش هزار، ده أكيد مجرد حركة وقادر يعمل كده، فبلاش أي حد يفكر يعملها لأنها أكيد خطر. لكن يا ترى هل فعلا الشخص ده خارق للطبيعة ولا الحركة سهلة إن أي حد يعملها؟